هلا حبايبي، بتمنى الكل يكون بخير. اليوم رح نعمل توقعات برج الحمل وللمنفصلين المرتبطين يعني، والنصيحة كذلك، وكل شيء بخص برج الحمل. ورح نبلش يعني، رح نشوف يعني راح نشوف كمان راح نشوف المادة يعني الشغل وكل شيء، وهل هناك مصاري جايتك يعني، وكذلك راح نشوف عدد كمان، راح نشوف صحي. أول شيء راح نشوف يعني شوف مالي، راح أخذ هالورق يا حبيبي. يعني هالورق للمال يعني حياتي المالية. اوكي حبيبي، اوكي. يعني اول شي طالع لي كارت الزواج، اول شي طالع لي يعني في كروتكم طالع لي كارت. اوكي حبايبي، يعني من الناحية المادية فيكم اللي بيفكر بزواج، يعني يجمع فلوس ويتزوج، زواج مشان زواج. وفيكم انا رح يعني رح اقول جميع يعني جميع قصص اللي يعني طلعت لي في الورق، من شان لانه هاي قراءة عامة زي ما بتعرفوا حبايبي. اوكي، اول شي يعني طالع لي كارت الزواج، يا اما انتو بدكم تتزوجوا يعني تجمع فلوس وتتزوجوا. اوكي حبيبي، هلا يعني فهمت. اذا كنت انت مرة، راح يجيك عرض زواج، او اذا كنت انت رجال راح يجيك، راح تعطي يعني عرض زواج، فهمت علي؟ وفيكم يلي انسرق من عنده شي يعني خاصه بالمال، يعني فاتح اوراقها للمال، يعني حدا سرق منكم شي وانتو بدكم عدالة، عدالة تتحقق معكم. يمكن عندكم قضايا، يعني قضايا في المحاكم من حدا سرق من عندكم شي، بس أهم شي الكارما لصالحكم. ويمكن كمان حدا لسه راح يسرق من عندكم شي، فهمتوا علي؟ الناس اللي عندهم مشاكل قضائية يعني بشوف راح تنتصروا، وراح يموت كل الأشياء يعني اللي كانت سيئة في حياتكم، راح تروح وراح يجي مكانها حياة جديدة، وراح تكون متحكم أنت في حياتك، ومتحكم في مشاعرك، ومتحكم حتى في الأموال، فهمتوا علي حبايبي؟ كمان يعني ممكن أنت بدك يعني عدالة كمان تتحقق معك، وبدك يعني تاخذ حقك من انسان ما يعني سرق من عندكم شيء، ممكن مال، ممكن يعني شخص ممكن سرق من عندكم شيء، سرق من عندكم عمل، فهمتوا علي حبايبي؟ يعني الكارما ما تخاف، يعني الكارما بجميع احوال الكارما يعني الحظ لصالحكم انتو حبايبي. كمان يعني بشوف انتو بتستنوا يعني فرصة تجيكم، وبتستنوا كمان فيكم اللي بيستنى الأشياء اللي زرعها يحصدها، فهمتوا علي؟ الأشياء اللي كنتوا بتشتغلوا عليها يعني مدة طويلة، بتستنوا أنها يعني تعطيكم الخير وكل شيء حلو اللي بتستنوا، وراح يجيكم إن شاء الله خير حبايب.
وراح يكون عندكم كمان استقرار مادي، وراح تجيكم كمان فرصة مادية يا حبايبي، فهمتوا علي؟ راح تكونوا مستقرين ماديا. اللي مستني فرصة شغل أو فرصة يعني فرصة شغل وهيك، راح يجيك فرصة شغل، وراح تكون مكتفي ماليا، وراح تكون مرتاح فيها حبايبي. أوكي أوكي حبايبي، راح ناخد كمان ورق نشوف يعني طاقات سرابي و... أوكي. راح توضح عندكم الشمس، راح توضح الشمس، راح تشوفوا كل شيء على حقيقته، وبشوفكم يعني عم تتصدقوا هاي الأيام كتير حبايبي. راح تجيكم يعني في العمل أو يجيكم مال، راح تجيكم فرصة عمل أو مال يعني انتو محتاجينه. لما تجيكم هاي فرصة المال، راح تتحرروا من هالتعلق. يعني انتو متعلقين بشي، ممكن متعلقين يعني بالشخص، يعني بتحصل على الشخص اللي سرق منكم عندكم شي كمان، ممكن حبايبي. يعني الخلاصة من هيدا القراءة بتاعت المال، يعني انت راح يجيك عرض وراح توضح عندك كل شيء، وراح تاخذ حقك. لو كنت مستني حق في المحكمة او انك تربح قديمة، راح تربحها، والحظ لصالحك 100% حبايبي. اوكي، واللي مستني فرصة عمل راح تجيه فرصة عمل، وكمان راح يجيك مال، وراح تحصد كل شيء، يعني اللي زرعته راح تحصده. اوكي حبايبي، و يعني عندكم فرص كتير هذا الشهر، ما حاولوا ما تضيعوا الفرص. اوكي حبايبي، هلا راح ننتقل للعاطفة. اوكي، راح ننتقل للعاطفة. شو مخبي لك يا برج الحمل في هالشهر في العاطفة؟ ما أحوال الحبيب طاقتك أنت؟ أوكي حبيبي، ما أحوال الحبيب؟ ما أحوال الحبيب؟ وشو جاي في الطريق يا برج الحمل في شفا هالشهر؟ أوكي، يعني طلعت هالورقة بدون ما طلعت على الفاضي، رح تعرف حقيقة، بس رح نشوف إذا طلعت مرة تانية. أوكي، رح ناخد كسرة القلب. ليش قلبك مكسور؟ اوكي حبايبي، عندك كمان كارت الاحتفال. شو احوالك؟ يعني كورك مقلوب. اوكي، بالاول كانت القراءة ما بتبشرنا بالخير عليك يعني، بس بصراحة أسفة حبيبي. أوكي، في أول القراءة بصراحة ما كنت بتبشر بالخير يعني، بس بعدين حبيبي شوف، يعني ممكن أنتو هلأ قلبكم مكسور، ثم رح طلع طاقتكم. سوري يعني نسيت طاقتكم حبيبي. لا يعني رح تجي، بتتأكد يعني رح تجيكم فرصة، رح تجيكم حبيبي فرصة تانية. آخد هيك طارت. أوكي، طاقتكم
اوكي حبيبي، عم بشوف يعني ممكن انتو عندكم علاقة ولادي، او انتو مريتوا بحياة يعني في علاقة ولادي. اوكي حبيبي، وبحسكم يعني بتصارعوا نفسكم، بتصارعوا قلبكم وعقلكم مع بعض، يعني متصارعين لسه ما هو يعني بيتصارعوا مع بعض، لسه ما عارفين يعني شو بدكم، لسه ما قادرين توقفوا على يعني على يعني وقف. زي ما بتشوفوا هذا الإنسان واقف على رجل واحدة، لازم انتو الرجل التانية توقف على اثنين، ما توقفوا على رجل واحد، فهمتوا علي؟ بصراحة عم شوفكم عم تتسرعوا يعني كثير مع نفسكم، طاقتكم هاي، وممكن هاي كسرة القلب من علاقة ولادي مريتوا بيها، أو انتو كانت عندكم علاقة ولادي. اوكي حبايبي، او الشريك، يعني ممكن تكون قراءة عكسية، بس انه قلبكم يعني مكسور، شوفي ان قلبكم مكسور حبايبي، بس هالكسرة القلب ما راح تضل كثير، فهمتوا علي؟ هاي كسرة القلب و وجع القلب وهي الشي ما رح يطول معكم، لاني عم شوفكم عم تحتفلوا، رح تحتفلوا بشي رح يصير عندكم، وبحسكم كأنكم انتو رح تكونوا يعني جالسين. اوكي عم شوفكم يعني سعادة جايتكم حبيبي، زي ما قلت لكم، يعني بشوف السعادة جاي، يعني بشوفي السعادة جاي، وراح ترموا كل شيء وراكم، هي كسرة القلب راح تتركوها وراح تحتفلوا وراح توصلوا للسعادة، للسعادة يعني هي السعادة المكتملة، يعني ما راح يكون ناقصكم شيء. اوكي حبايبي، وانتو راح تجلسوا وما تعملوا شيء، يمكن عن اهتمام او هيك شيء، يمكن عن اهتمام. اوكي حبايبي، يعني راح تجلسوا في مكانكم، والاهتمام والحب راح يجي عندكم. اوكي حبايبي، بحسكم كأنكم بتشتغلوا على شيء، يعني بتشتغلوا على شيء في الخفاء، يعني مو عالمين عليه، شيء عمل، علاقة ممكن. اوكي حبايبي، بشوف راح يجيك عرض، بس انت يعني زي ما بنقول يعني بتبكي عليه الأشياء اللي مضت، يعني شوف العرض اللي جاي، يعني ممكن يكون أحسن من اللي فات. شوف حبايبي، كمان عندكم عروض كتير، بتتمعنوا في هالعروض بس مو عارفين تاخدوا خطوة. شوف كمان يعني عينيكم مغمضة، يعني ما عم تشوفوا الصح، بس شايفتكم في الآخر راح تشوفوا الصح، وراح توصلوا للسعادة اللي انتو بدكم اياها، يعني راح توصلوا للأشياء اللي يعني الأشياء اللي بتخليكم سعادة مكتملة، فهمتوا علي حبيبي؟ وشوف يعني كمان راح يجيكم عرض، يعني عرض سماح، يعني يطلبوا منكم السماح ويقول لك أنا آسف، أو تقول لك هي آسفة، فهمتوا علي حبيبي؟ راح يجيكم عرض، راح شوف هذا العرض من شخص، يعني شخص ماضي يعني قديم ولا جديد، يعني هالعرض عرض الحب، عرض تسامح، يعني راح يكون شخص قديم. اوكي يا حبيبي، يعني هذا الشخص كان توأمك، هذا الإنسان، هذه كمان كانت برج الجوزاء، بشوفك يعني طلعت الواقع يعني معدولة، يعني انت راح تفوق، يعني راح تنفك من هالتعلق اللي كنت فيه ومن هالكسرة الأب، وعم شوفك يعني عم تروح للسعادة، يعني عم تعرف طريقك في الآخر، عم تعرف الطريق اللي انت لازم تمشي فيه، فهمتوا علي حبايبي؟ راح نشوف علي المرتبطين، هي الطاقة طلعت يعني بتاعهم منفصلين. اوكي وقع هالورق راح اخذهم. اوكي يا حبيبي، يعني كمان بشوف
شوف كمان يعني اخذت هالاوراق للناس المرتبطين، بس طلعت لي كم منطقة منفصلة. يعني عم شوف ان هذا مشي في حياتكم، عم شوف ان هذا مشي في حياتكم، بس جيتكم فرصة، جيتكم فرصة راح تكون ممكن بالنسبة لكم ما تكون مرضية، بس راح يجيكم عرض. بشوفكم كمان عم تتحسروا على الشيء اللي انهدم، عم تشوفوا الماضي وعم تقولوا ليش صار. انت لازم ترتاح، يعني عم شوفكم لازم ترتاح، ولازم ترتاح، ولازم تعطوا للماضي ظهركم، وتاخدوا يعني تودوا الناس اللي معاكم في مركبكم اللي راح يمشي للامام، يعني تاخدوا معاكم الناس اللي بتستحق. فهمتوا علي حبايبي؟ يعني هالطاقة اللي وصلتني بصراحة ما عم شوف طلعت لي طاقة مرتبطين، أكثر طاقة منفصلين. أوكي حبايبي، راح أقول لكم يعني الطاقات والأبراج. برج العقرب، برج الميزان، برج الجوزاء، برج الأسد، قلنا الميزان، وطاقات نارية، وطاقات هوائية، وطاقات كمان ترابية، واللي يعني مهيمن على القراءة كتير طاقات ترابية وكمان طاقات هوائية. اوكي حبيبي، وبرج الأسد، هاي الطاقات اللي يعني اللي طلعت لي في العاطفة والأبراج. هلأ رح نشوف الصحة حبيبي، الصحة كيف صحتكم، رح نشوف كل شيء. اللي جديد حبايبي يشترك في القناة، واللي يعني اللي قديم معانا في القناة يضغط على زر إعجاب. بحبكم حبايبي كتير، أتمنى دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. أوكي حبايبي، واكتبوا لي في الكومنت هل قرأت مشيت معاكم، وشو ويعني شو المواضيع، يعني شو المواضيع اللي بدكم احكي عنها، توقعات شو، اي موضوع راح اعمل لكم. راح ناخذ الصحة، زي ما قلنا الصحة، صحتكم راح تكون عاملة ازاي. اوكي نفس الطاقة عم تتكرر. اوكي بصراحة عم شوف صحتكم شوية متدهورة حبيبي، ممكن يكون بيوجعك يعني ظهرك، نص ظهرك هيك، فهمت علي كيف؟ يعني هون ممكن يعني في هاي منطقة ممكن عم يوجعك ظهرك شوي. عم شوفك كمان يعني صحتك، يعني ممكن انت بتبين الناس انك ستار، انك ما على بالك بشي، انك عايش منيح، ان كل شي بخير، بس حبايبي عم شوف جواتكم حزن كبير، عم شوف يا حبايبي حزن كبير، عم شوف يعني بتفكروا 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 كتير، وهذا الشي يعني بيأثر على صحتكم. فهمتوا علي؟ يعني المرض النفسي أو الاكتئاب أو كثرة التفكير بيأذي الجسد، فهمتوا علي؟ يعني عم شوفكم بتفكروا أنكم توصلوا لاستقرار مادي، بس بتحسوا كأنكم مو قادرين توصلوا له. كمان عم شوف ممكن تروحوا عند الدكتور من شان انكم ما بتقدروا تناموا بالليل،
بتفكروا كتير. عم شوفكم يعني أصعب شي، يعني ممكن تكونوا بتبينوا للناس إنكم بخير، بس أنتوا جواتكم حزنانين كتير، ما قادرين تناموا بالليل. كمان في أشخاص منكم مو قادرين يناموا بالليل. حاولوا ترتاحوا، أنا راح أخذ لكم كمان نصيحة من الكروت. في نصيحة بتنصحكم، أوكي حبيبي، النصيحة عم تنصحكم إنكم أنتم ما تضلوا يعني بشوفكم يعني نفسيتكم اللي يعني فيها المشكل، نفسيتكم من جواتكم لازم ترتاحوا، لازم ما تفكروا في المشاكل اللي عدت، فهمتوا علي؟ ما تتحسروا على الأشياء اللي راحت، اتركوا كل شي وراكم، اتركوا المشاكل، اتركوا الهموم، عشان توصلوا للانتصار. من لما تتركوا كل هالشي راح تحسوا بالانتصار، فهمتوا علي؟ وأي شي، أي شي بيزعجكم وأي شي بيخليكم تدخلوا بحالة اكتئاب اتركوه وامشوا، يعني ما تلفوش وراكم وتشوفوا ايه اللي خليت من وراك. يعني اي شي بيوجعك، اي شي بيخليك يعني تدخل في حالة اكتئاب اتركه وفل. بكل صراحة يعني انت هيك بتأذي نفسك، بتأذي جسمك، بتأذي كل شي، فهمتوا علي حبايبي؟ اوكي راح اقول، يعني راح اقول الطاقات برج الدلو، وبصراحة يعني لما تتعلم هاي الورقة بشوف يعني كل الأبراج، طاقات ناري، طاقات ترابية، طاقة مائية، وبرج العقرب. طلع معي برج العقرب. اوكي حبايبي هلأ راح تكون قراءتنا انتهت، وبحبكم كتير. لسه مو مشترك في قناتي اشترك. بحبكم حبايبي، وبتمنى لكم دايما تكونوا بخير.